السلام عليكم. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نحطوا صورة في انستغرام بجودة عالية ودقة عالية. بقوا معنا. السلام عليكم الدراري والدرات، مرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم نهار جديد، ومرحبا بكم واحد الشرح جديد. فيديو ديال اليوم هو واحد الحل ديال واحد المشكل اللي بزاف ديال الناس كيعانيوا منه في الانستغرام، وهو انك كتصور واحد التصويره كتكون زوينه سواء بالتليفون ديالك او لا بالكاميرا، يعني فاش كتشوفها كتبان لك فواحد الكاليتي مزيانه، ولكن فاش كتبوستيها في الانستغرام ولا كتبوستيها في فيسبوك كتمشي الكاليتي ديالها وكتولي ما زويناش. اذا اليوم غادي نشرح لكم كيفاش غادي تاخذوا التصويره ديالكم وتحطوها في انستغرام، غاديش تبدل ليها الكاليتي ديالها. وحتى الانستغرام راه ديجا حط في الموقع ديالو الشرح ديال هاد القضيه ديال التصاور. كما كتشوفوا قال لك عندما تشاركوا صوره على الانستغرام سواء كنت تستخدم انستغرام على الايفون او الاندرويد، فتاكد انك من تحميلها بافضل جوده دقه ممكنه، تعال 1080 بكسل. ولكن الحاجه اللي خاصكم تعرفوها، عندما تشارك صوره يقع عرضها ما بين 1080 بكسل، فاننا نترك هذه الصوره بدون تغيير الدقه الاصلي. يعني فاش كتحط لهم التصويره في الانستغرام بهذيك الدقه اللي بغاو هما، راه ما كيغيروا فيها حتى شي حاجه، ما كيغيروش فيها في الكاليتي. ولكن فاش كتعطيهم واحد التصويره كبيره كيعاودوا يضغطوها تيكومبرسيوها كتولي، يعني كتولي كتنقص الكاليتي ديالها، اولا تعطيهم واحد التصويره صغيره كيعاودوا يكبروها. يعني خاصك انت تحط التصويره في هذيك الدقه اللي بغاو هما. دابا غادي نشرح لكم كيفاش تقدروا انكم تعطوا التصويره ديالكم على هذوك لي ديمونسيون اللي بغا الانستغرام. اول حاجه كنديروها كندخلوا لابليكاسيون ديال لايتروم. لايتروم يعني راه كلشي كيعرفوا، يعني واحد البرنامج ديال التعديل على الصور. ندخلوا لايتروم نختاروا التصويره اللي بغينا نحطو في انستغرام. مثلا غنختار هذه التصويره كما كتشوف هنا، هاي الاصليه كيفاش كانت، وهنا فاش عدلت عليها الالوان. الا بغيت نحط لكم شي فيديو ديال تعديل الصور قولوها لي في الكومونتير. اول حاجه كنجيو دابا مثلا هي التصويره اللي بغينا، كنجيو لهاد غوكادغاج. الا شفنا من اليسر هي لوتيل الثالثه على اليسر، كنكليكو على غوكادغاج كيعطونا هاد الواجهه. كنجيو لاول حاجه على اليسر فيها 3×4، كنكليكو عليها كيعطوني هنا بزاف ديال لي ديمونسيون. حنا غادي نختاروا 4×5 اللي قالنا الانستغرام هي الديمونسيون المدعومه. نختاروا 4×5 كما كيعطينا دابا، كيعطينا بحال تقطع التصويره. وكنختاروا حنايا واش الفوق ولا، يعني كنختاروا الدبار اللي بغيتو ديال التصويره، وكنكليكيو على اوكي. حنا دابا اختارينا الديمونسيون اللي بغات انستغرام. بعد ما كنساليو الركادر ديالنا اولا كنساليو التقطيع ديال الصوره ديالنا، كنجيو للفوق. الفوق هنا كتشوفوا هذا السهم، واحد السهم خارج على البرا، هذا هو الاكسبورت. كنكليكيو على هذا الاكسبورت وكنزل لتحت، كنلقاو هذا اكسبورتي فيغ لا بيسيدي، كنلقاو واحد جوج لعيبات قدامها. كنكليكيو على جوج بارتي ديال الكاو، كيعطونا دي ريغلاج هنا. هنا الديمونسيون ماكسيما ديسبونيبل، كنكليكيو هنايا وكنزلو هذا بيرسوناليزي، كنديرو بيرسوناليزي وكتطلع لنا هذه البارتي هنا تحتها. وبتي لونغ كنديرو فيها 1350، هنا كانت ايماج كتبقى 100%. صافي كنخليو هاد لي زوبسيون كامل، كنديرو اوكي وكنديرو لها اكسبورت فيغ لا بيسيدي. ملي كتحط لا فوتو في التليفون كنديرو انستغرام، اختار التصويره كما كتشوف دابا هي كاري اولا طويله، وغادي تبقى في كاليتي كما كتشوف الى كاع زوميدها هكا كتبان لك التصويره باقا في لا كاليتي ديالها. وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديال اليوم، نتمنى انكم استفدتوا شي شويه من هذا الفيديو وخديتوا واحد الفكره كيفاش انكم تبوستيو التصاور ديالكم في الانستغرام بكاليتي زوينه. وما تنساوش اللي مازال ما تابوناش في الصين ولا اول ما كتفرج في هذا الفيديو ديالي، ما عليك غير تنزل تحت وتشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلك الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد، فكره جديده وشرح جديد. تهلاو في راسكم.